جول! نيمار! نيمار يضرب بقوة! نيمار يضرب بقوة في بطولة القارات! هدف في المباراة الافتتاحية وهدف في هذه الأمسية البرازيلية المرعبة. نيمار يظهر بشكل ممتاز في هذه البطولة، هذه اللعبة، وهكذا بدأت قصة الهدف والكرة من اللمسة الأولى، من اللمسة الأولى بالقدم اليسرى، بالقدم اليسرى قوية جدا مرت واستقر. طبعا المدافع رودريغيز حاول إبعادها لكن هيأها في المكان السليم، وهذه كرة تلعب بطريقة ممتازة.